الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. رمضان كريم، مرحبا بكم في هذه القاعة ديال قصر الضيافات الدار العرس، وهذا عرس تضامني بامتياز اللي غادي يكون طيلة شهر رمضان الكريم. فبحال اللي تشوفوا خلية النحل اللي مرايا، ككل عام هذا العام ديالنا التالي في قصر الضيافه، ولكن من نهار بدينا تبارك الله وحنا تنديروا في افطار الصائم، غير هو هذا العام عنده سبيسيال زعما طابع خاص، لانه عندنا 1500 افطار يوميا ان شاء الله بحول الله. هذاك الشيء اللي عندنا في طويبلاد الفطور اللي حنا تنديروه كمغاربه، مغاربه شبكيه، عصير، ماء، الحليب، الحريره، الرغايف، يعني اي حاجه حنا ما غاديش نخليو نحسوا ديك الانسان او ديك العائله بالاحتياج ديالها. يعني عاد على ذلك انه كان ليفريو للعائله او للشخص المحتاج، يعني ما غادي نحطوا طابله، ما غنبينوا، ما حتى شي حاجه، فقط حنا كندقوا في باب الدار وكنحطوا لها ديك القفيفه ديالها ديال الافطار ديالها يوميا طيله شهر رمضان. عندنا في الشهر 45,000 افطار غادي يكون. مي دابا الخاصيه زوينه ان بحال سمعتي توتالوغ انه نهار الحد هو العيد ميلاد ديال اولا تاريخ احداث جمعيه يلاه نتعاونوا الرابع، دونك قررنا انه نطلعوا العدد ديال المستفيدين ل 4000. كتكون 4000 اسره او 4000، حنا عندنا 4000 افطار غادي يخرج، يعني مثلا الاسره كنمشي عندها 4 ديال الاشخاص، غادي نعطيها 4 القفيفات ديالها. دوك ما هذا جا في واحد الوقت جد مهم، لانه بحال اللي كنلاحظوا ارتفاع الاسعار ومورا كوفيد، يعني الامور جات تدهورات بالنسبه للناس المياومين او حتى المتوسطين الحال، فهذا هو دورنا. الوغ مستفيدين عندنا اسر اون بخومي ليو. شي نهار الا بغيتي تمشي معنا وتشوفي فريمون الحاله ديالهم، كاين عندنا ارامل، كاين عندنا الناس اللي داروا عمليه جراحيه او لا اللي مقطوع له الرجل ديالو، يعني فريمون اللي ما يقدرش ينوض يخدم. عندنا مسجلين، ربما نقدر نقول لك زدنا عليهم اشخاص اخرين، لان كل عام وكنستافدوا من التجربه ديال العام اللي فات، فما نكذبش عليك العام اللي فات كنا كنديروا عابري السبيل اكثر، عطيناهم تما واحد الحصه كبيره. هذا العام قررنا انه يكونوا المستفيدين عائلات بالحصه الكبيره. دابا كتمشيو حتى لعندهم؟ عندنا الا شفتي هاد الشباب كلهم تقريبا عندهم سيارات، ف كنشارجيو في لي فواتور وتنخرجوا كل واحد فين جا في انحاء طنجه. دابا تبارك الله عندي اكثر من 50 متطوع. الخليه غدا كتكبر الحمد لله ولله، وهذا الشهر الكريم عندنا فيه واحد لا دوز ديال الخدمه شي شويه عاليه، لان النفحات الربانيه فيها غزاله، فهذا الشيء كنحتفلوا. احنا جبنا رمضان تبارك الله بالهادشي الطابع ديالو الديني ايتو، دونك عندنا بزاف ديال الحوايج اللي غيديروا في شهر رمضان ابار الافطار. في هذه القاعه بالذات غادي نحتفلوا بخسان الاطفال باذن الله بالشده ديال البنيتات ديال ليله 27. قالوا لي واحد الحاجه تيديروها هنايا في الشمال هي السلم، ملي يصوموا الوليدات تيطلعوهم في السلم. حنا غنجربوها هذا العام. غادي نجربوها هذا العام، وطبعا الابار، حفر الابار باذن الله وعمليه الجراحه. فريمون اون ايساي دو باسي لي زون بوزيتيف، يعني تندوزوا الايجابيه اول حاجه، ان كاين نص الخير
قيمة هذا الأمر هذا ليس بالهين. 167 مليون الحمد لله وشكر لله. أنا تنقولها علاش كي لا يقول لك لا كون عطيتوها للناس كون هذا، كل واحد وكل محسن وفين كيبغي يعطي الخير ديالو. كي اللي كيلقى جوارحه في إفطار في الـ في الـ يوكل الناس، كاين اللي كيبغي يديرها في حفر الأبر، كيبغي يديرها في العمليات الجراحيه. فحنا كل دوناتور تنعطيوه فين كيرتاح. فمجموعه الناس ارتاحوا في هذا الافطار وحنا عطينا لهم بينا لهم امين. الله يثبت الاجر للجميع، جزا الله خير الجزاء ايضا سلطات بلادي لان تنسقوا تنعلموا تاوما. دونك الله يكثر خير الجميع، لا سلطات لا حتى المتطوعين لا محسنين ديالنا اللي لولاهم وشركات المواطنة الله يرحم لهم الوالدين الحليب وديال هذا الله يكثر خيرهم. هذا اول عام عندي كمتطوعه في جمعيه يلا نتعاونوا. هذه ثاني حمله ليله في رمضان. الحمد لله هذا العام هذا قدروا انهم يوصلوا 1500 قفه افطاريه لهذا الشهر المبارك. فالاجواء كيف ما شفتوا اجواء رائعه. طالب في عندي ليسونس في الدروا وكنقرا الصحافه والاعلام ماستر ان شاء الله يا ربي. امين يا ربي الله يبارك فيك. شي حاجه واحد الوصف ما نقدرش نوصف لك، شي حاجه انكرويابل. لي ستريس كيمشي، الطاقه السلبيه كتمشي، واحد الفرحه، واحد ايماجين اننا كنكونوا سيمانه كامله وتينا كتقرا وتينا هذا وكتخدم وكتجي ديك الجمعه والسبت والحد كنتمناو غير امتى تجي غير باش نمشيو ونسافروا معاهم ونكونوا متطوعين. كننصح شباب بالعمل التطوعي، مهم جدا العمل التطوعي مع الجمعيات. السلام عليكم، عشر مبروكة، رمضان مبارك سعيد. احنا جمعية ديال تعاونوا كل عام كنجيو لهاد المقر كنوجدوا الافطار ديال الصائم. العام اللي فات كنا كنوجدوا من 1000 افطار كل نهار. هاد العام ان شاء الله كنا وصلنا لواحد النهار عملنا 1500 افطار، وعملنا عملنا الفطور ديال العيد، عملنا الحويجات الوليدات، طهارة الشدان الوليدات. هاد العام بجهد الله غادي نعملوا 1500 افطار. حنا خدامين وكنخرجوا من الخدمه وكنجيو فحال واحد الطاقه لينيرجي رونوفلابل. يعني ما كتحسش بواحد العياء، ما كتحس بوالو بديك، يعني ملي كتفكر غادي تمشي وتعطي ديك البانيين للناس اللي محتاجين ما كتحس. سبحان الله ربي كيعطينا واحد القوه، واحد كنحسوا بواحد الفرحه ما كاينش يتعاد. سبحان الله، باش نحسوا بالضعفاء الناس اللي ما عندهمش. عاودني كتشوف ديك الابتسامه ديالهم ملي كيقول لك الله يرحم والديك وهذا، راه كتحس بواحد الاحساس عظيم. شكرا. عجبني الحال حيت جيتنا هنايا وفرحت حيت شفت هذا الشيء. كيعجبني بحال هيدا، كيعجبني نتعاون معاهم وشكرا لهم اللي حيت كيعملوا لنا هذا الشيء. كنفرح ملي كنفرحوا الناس وعزيز عليا بحال هيدا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.